السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه بيكسلز، الموقع ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الناس بتحط الصور المجانية اللي تقدر تستخدمها من غير ما يكون ليها حقوق نشر، لان انت ممكن تكون بتدور على صورة وتجيبها من جوجل وتحطها بحسن نية وتفاجأ انها لشخص، والشخص ده مش مسامح فيها وممكن يرفع عليك قضية وتدخل فيه مشاكل كتير جدا. يعني على سبيل المثال بقول له مثلا عايز صورة للقهوة، فبيجيب لي صور كتير جدا عالية الجودة وكويسة جدا، وتقدر تختار مثلا لاف كافي، كل اللي انت عايزه، حبوب القهوة، وكل الصور تقدر تحملها مباشرة مجانا وتقدر تستخدمها بجودة عالية جدا، مفيش حد حاطط علامة مائية عليها ولا حاجة خالص. فالموقع ده ان شاء الله هيعجبك جدا بإذن الله.